سيادة الوزير، المطلب بتاعنا الأول كباب وكفتة. نعم، كباب وكفتة. إيه؟ كباب وكفتة، كباب كتير وكفتة قليلة. خالد ده السلطات قوطة وطحينة وبابا غنوج، والساعة بقى ما وصفش في حياتك. كباب دول عايزين يتغدوا كباب، هنكفي الجرمق ده كله كباب منين؟ هو الحقيقة كان بيسمح لي بالتدخل، هو عنده كده طريقة في الشغل انه بيطلب من المخرج انه يكتب له ورقة ويدي رأيه في الفيلم. الحقيقة يمكن انا كسرت القاعدة دي شوية، وكانت العلاقة ما بيننا علاقة اطول على مدى التصوير. انا ساعات احس بحاجة فارجع له فاكلمه فيكتبها لي وكده يعني. وبعدين في مرة في الإرهاب والكباب حسيت ان لازم يكون في سبب للولد والبنت اللي بينقلهم ابوهم واللي قامت بسبب كل المشكله بتاعت الارهاب والكباب، فاوجدت لهم سبب انه ابنه عنده مرض في القلب فلازم يتنقل لمدرسه قريبه. وبعدين بعد ما صورت ابتديت حسيت اني يعني لما روحت اني قلقان، اني مش يعني في حاجه دي هتبقى ضربت في معنى اللي قصده المؤلف. أنا يمكن بحاول دايماً في إخراجي إني أكد المعنى اللي عايزه المؤلف، لكن دي بالذات هتخرجنا بره شوية. فرحت له قلت له أنا عملت كذا كذا كذا، قال لي لا ما ينفعش، لأنه أنا عايز إنه أي حد حتى لو ما عندوش سبب ضروري في طلبه من الدولة وهو قانوني إنها تنفذه له، سواء عنده سبب ما عندوش سبب، طالما حقه قانون لازم تنفذ له حقه. فبجد هو بيبقى حريص جدا وبيفكر جدا في البني آدم المصري، ازاي شخصيته ازاي يعبر عنه. هو ده وحيد حامد. استاذ وحيد نجم شباك بلا منازع وبلا نقاش، ايه السبب؟ السبب نجوميته في مجاله، نجوميته في كتابة السيناريو، الدراما، الجمل الحوارية، الموقف السياسي نفسه. يعني جمل اتحفرت فينا من واحنا طلبه، البلد دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت، انتوا حزب مش عارف يبقى جماعه واحنا جماعه مش عارفه تبقى حزب، كده ينفع وكده ينفع. المونولوج الاخير للاستاذ احمد زكي في اضحك الصوره تطلع حلوه، انتوا ليه عندكم كل حاجه بعقد؟ كلمه بحبك عقد، الارتباط بالجواز اكبر عقد. فلا لا لا لا، كلام يعني دون ان تدري هو بيخش في القلب وفي العقل وبيأثر في تشكيلك وفي تكوينك. احنا كبرنا على افلام الاستاذ. حضراتكم بتاخدوا قرارات بملايين الجنيهات في كل مره بتمضوا عقد، ولا الكلمه بتبقى عقد؟ العقد ما بيعملش الحقيقه، العقد بيثبتها بس. كلمه انا بحبك عقد.